مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة من حلقات ديوان الصحافة راح نأخذكم مشاهدينا الكرام بجولة بأهم وأبرز عناوين وأخبار صحفنا وجرائدنا الصادرة ليوم الخميس اليوم مشاهدينا الكرام كالعادة طبعا لا زالت صحفنا مركزة على موضوع الندوات وتصريحات المرشحين وأخبار التحالفات اللي تدور في المناطق وموضوع ما يسمى بشراء الاصوات وانتشار ظاهره شراء الاصوات في الدوائر الانتخابيه هذه المواضيع مشاهدينا الكرام هي يوميا قاعد تتكرر ولا زالت مستمره اليوم يمكن دخل بالخط مثل ما ذكرنا بالامس يمكن كان شوي على استحياء اليوم بيعني اكثر بروزا موضوع صعوبه الاختبارات بالنسبه للثانويه العامه ونسبه السقوط الكبيره جدا اليوم تظاهر يعني يعني الكثير من اولياء الامور امام مبنى وزاره التربيه وكان هناك استياء كبير واليوم صحفنا تقريبا تناولت هذا الوضع واكدت بالمعلومات اليوم بان هناك كان تعمد بتصعيب الاختبارات لطلبه الثانويه العامه واللي تشير الان اكثر يعني التوقعات في صحفنا بان الفصل الثاني راح يؤدي الى يعني تناقص اعداد الطلبه بسبب أن خلاص يعني لن يستطيعوا ان يجنوا ثمار جهدهم وبالتالي ترفع النسب وبالتالي راح يضطرون الى اعاده السنه حتى يعني يكون لهم نصيب في الدخول الى الجامعه او الكليات مستقبلا، اذا اليوم صحفنا يعني اعتقد هذا الموضوع قنبله وانفجرت على وزاره التربيه وواضح جدا اليوم الاستياء الكبير الموجود من كثير من جرائد اليوم وكان عناوينها تتعلق في هذا الموضوع، اذا موضوع صعوبه الاختبارات ونسبه السقوط العاليه جدا والتعمد بتصعيب الاسئله الاسئله لهذا العام بسبب يعني ضعف الادارات الحكوميه في توفير اكثر من جامعه وعدم قدرتها على استيعاب طلبه الثانويه العامه لجؤوا الى طريقه اعتقد انها طريقه سيئه جدا جدا ولا يعني لا يعني ما استبعد ان يكون الوزير القادم في مجلس امام مجلس الامه سيحاسب حسابا عسيرا على ما حصل في موضوع صعوبة اختبارات واعتقد هذا الموضوع راح يكون مثل كرة الثلج اللي يوم بعد يوم تكبر وتكبر وتكبر راح يكون لها تداعيات عموما اليوم واضح بالأمس يمكن صحيف صحيفتين اليوم ثلاث أربع خمس جرائد بدت يعني تركز على هذا الموضوع وهناك ردود أفعال كبيرة هذا مشاهدينا الكرام يعني من أبرز المواضيع اللي اليوم نافسة مواضيع الانتخابات والتحليلات والتحالفات اللي عادة ما صحفنا تتحفنا بها في موضوع الدوائر الانتخابية وانتخابات مجلس الأمة هذا باختصار مشاهدينا الكرام لهم عناوين جرائدنا خلونا نذهب ونشوف جريدة جريدة ونشوف بداية الشاهد ليوم الخميس ليوم الجمعة عفوا ونشوف أبرز عناوين الشاهد الشاهد ليوم الجمعة عنوانه يقول ضابط في الداخلية ضباط في الداخلية وبنات الليل يشوهون صور المرشحين المستقلين لا زالت الشاهد تفتح ملف شراء الأصوات والملايين اللي دخلت على العملية الانتخابية وتتساءل من أين أتت هذه الملايين من يملك هذه الملايين رغم أن كثير من المرشحين يمكن لا يملك إلا فقط راتب الشهري ومع ذلك تجد أن حملة انتخابية تعدت المليون والمليون دينار وهذا يضع على استفهام وأمر خطير جدا قد يكون هناك تدخل خارجي في العملية الانتخابية بالكويتي بالكويت للأسف لا يوجد هناك رقابة وشفافية في موضوع الصرف على الانتخابات كما هو موجود في الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية مشاهدينا الكرام هناك رقابة صارمة على كل مبلغ يدخل ويخرج بالنسبة للمرشح حتى يطمئنون لا يكون هناك تدخل خارجي لكن هنا العملية مفتوحة وملايين قاعد تدخل وآخر إحصائية تقول بأن 450 مليون دولار صرفت على انتخابات لحد الآن في الكويت ونائب في الدائرة الثانية صرف لحد الآن خمسة ملايين دينار كويتي يعني نفذت خمسة ملايين وطالب تعزيزات مالية أخرى من الفلوس هذه الله العالم عموماً خلينا بقيه العناوين وهذه الملفات تفتحها لكم الشاهد نشوف بقيه عناوين الشاهد اليوم الجمعه يتهمونهم بشراء الاصوات بينما مدعوا المعارضه يصولون ويجولون بلا حسيب ولا رقيب مدعي المعارضه والضمير والوطنيه يدفع 8 ملايين للحصول على 20 الف صوت اسعار الاصوات في الدائره الرابعه تعدت مثيلاتها في بقيه الدوائر من يدفع لهؤلاء كي يفوز بعضوية مجلس الأمة ولماذا يدفعون يدفعون لهم مجلس الخدمة قرر الكوادر وزيادة رواتب الوافدين 500 دينار القانونيين ومزايا مالية الموظف المجتهد الغانم نرفض تصنيف الكويتين وعلو الصوت لا يعني قوة الحجة تشكيل بدر العراقي يهدد الكويت بالسلاح ويطالب بفصال بالتدخل وتحالف البراك والخليفة وساري والدقباسي يثير سخط قبائلهم انضم إليهم المويزي وشريعان وأقسم الستة على المصحف شيعة الثالثة لن نصوت لمن يفرق أبناء الشعب تقرير الجهاز المركزي للبدون يخدم أجندات مرشح التأزيم صدوره في هذا الوقت تحديدا يثير على كثيرا من علامات الاستفهام معارض اشترى عمارة بالفرانية ودفع مليونين ونص كاش سعرها بالسوق مليون ونص هذه مشاهدين عناوين جريدة الشاهد ليوم الجمعة نذهب إلى جريدة الرأي والرأي اليوم مشاهد السياسة السياسة نذهب إلى السياسة ونشوف عناوين عفوا نشوف السياسة وطبعا موضوع السياسة مثل ما شايفين مشاهدي الكرام تفتح اليوم موضوع التربية وصعوبة الاختبارات التربية رسبت في اختبار الثانوية واليوم مثل ما ذكرت لكم بأن الكثير من صحفنا فتحت هذا الموضوع خشوا بقية العناوين الطلبة يقاطعون الفصل الثاني لتعذر نيلهم معدلات تخولهم دخول الكليات المطلوبة حلول الوزارة لرفع النسب بالدرجة الاعتبارية وسواها فشلت في احتواء الوضع مراجعات الطلبة بات بالفشل والمخرج تقديم تظلمات وعد المسؤولون بدراستها الطلاب الاختبارات التعجيزية مخطط لتقليص نسب النجاح وتجنب أزمة الاستيعاب موقع سياسة الإلكتروني ملاذ من كوب الثانوية وأوليائهم وعنوان آخر ثلاث مشاريع نفطية وتصنيع تسع ناقلات عملاقة مرزوق الغانم المعارضة لا تعني قلة أدب وهؤلاء لم ولن يكون يوما قدوة لنا العراق الكويت مستعده لانهاء الملفات العالقه وضاحي خلفان يا اهل الخليج استعدوا للحرب. هذه عناوين جريده السياسه ليوم الجمعه. ننتقل الى الراي والراي اليوم مشاهدي الكرام لديها افتتاحيه بقلم رئيس تحريرها طبعا ملخص الافتتاحيه يشيد بالمرشح والنائب السابق مرزوق الغانم واضح مشاهدينا الكرام بان يعني نواب ما يسمى بكتله العمل الوطني سابقا يعانون كثيرا من الانتقادات الشديده اللي الان يعني توجه ضدهم وبالتالي يبدو ان الراي مثل ما ذكرنا دائما ما تكون عناوين الرئيسيه هي المنشيتات لندوات المرشح مرزوق الغانم واليوم تحيه بالكامل تشيد وتمجد وبالمرشح والنائب السابق مرزوق الغانم نشوف بقيه عناوين الراي لهذه الأسباب أكتب عنك يا مرزوق وعنوان آخر أولياء أمور اقتحموا مبنى التربية اللغاني للرأي لا إعادة الاختبارات الثانوية درجات الطلبة صحيحة هذه هي عناوين مشاهدين جريدة الرأي نذهب إلى النهار مشاهدينا الكرام والنهار اليوم عنوانه يتعلق ب الندوه اللي عقدها المرشح والنائب السابق مرزوق الغانم طبعا اليوم موجود في اكثر من صحيفه تصريحات النائب والنائب السابق عفوا المرشح مرزوق الغانم بالامس طبعا جريده الراي كانت بالصفحه الاولى اخذت الندوه بالكامل واليوم كثير من صحفنا تعيد نشر هذه الندوة اللي طبعا تحدث بها المرشح مرزوق الغانم، الغانم المعارضة ليست بقلة الأدب وهذه عناوين أغلبها مشاهدينا الكرام يعني يمكن امس الراي حرقت على كثير من الصحف المحليه لان مثل ما ذكرت دائما الراي هي مركزه على عناوينها واخبارها لندوات وتصريحات المرشح مرزوق الغانم واليوم تتحيتهم اشاده كبيره جدا وترفيع للمرشح مرزوق الغانم بسبب طبعا مثل ما ذكرنا بسبب يبدو انتقادات العنيفه اللي توجه لسوء الاداء في مجلس الامه الماضي نشوف بقيه عناوين النهار الصقر أربع استجوابات شهدتها الفترة من 1962 وحتى 92 مقابل 70 في 20 عاما المسلم الكويت تواجه خطر العصابات الإيرانية البراك سنستعيد الأموال من القبيضة دينارا دينارا ودولارا دولارا تقرير حوكمة البنوك إلى المركز منتصف الشهر المقبل رقابة متطورة على الحسابات البنكية عبد الهيان طهران لا تدم أي مرشح كويتي هذه مشاهدينا هي أبرز عناوين جديدة النهار ننتقل إلى عالم اليوم وعالم اليوم عناوين كذلك لندوات المرشحين والكلمات أما عالم اليوم طبعا دائما تركز على نواب ما يسمى بكتلة العمل الشعبي الراي العمل الوطني دائما عناوينهم مركزة عليهم ودائما تدعمهم بقوة عالم اليوم تجدون دائما نواب كتلة العمل الشعبي هي دائما متصدر عناوين جريده الرايب وندواتهم. البراك حذرت نساء الثالثه والرابعه من شراء الاصوات وصناديق العار. يعني عناوين تتعلق في تصريحات المرشحين، خلينا نشوف بقيه العناوين. المسلم الكويت في خطر والنجاه بتحالفات خليجيه وعربيه. المعلمين سنجهض حلما اجهض كادرنا دعت اهل الميدان التربوي لعدم انتخابهم. لا خلايا ارهابيه نائمه في الكويت تدعمها ايران ونتمنى البراءه المتهمين في شبكه تجسس عبد الهيان ايران لا تتدخل في الانتخابات الكويتيه مطلقا والغانم المعاضله تعني قله الادب وتطبيق الدستور ليست مزاده سياسيه وهذا طبعا موجود في اغلب صحفنا المحليه. ننتقل الى جريده اخرى ونشوف جريده الصباح وكذلك عناوينها اليوم هي تتعلق ب ندوه المرشح ونابساغ مرزوق الغانم واللي ذكرنا بالامس الراي حرقت الموضوع ونشرت بالصفحه الاولى بالكامل الندوه لكن اليوم صحفنا الكل تنشر يعني ندوه نشرت اساسا في جريده الراي بالامس عموما مدعي المعارضه يستجدون الاصوات بخدعه الاحرار كما تقول الصباح نشوف بقيه عناوين الصباح ابتكر العراب بلقب فارس المجلس واستكملوها في الإرادة ومقرات مرشحيهم مستغلين حماس الشباب الغانم الشعب مل الجعجعة بلا طحين ولا تدفعوا بالشباب ثمن التصيات السياسية عسكر سنلجم الحلوق المزيفة بقانون الوحدة الوطنية والذمة المالية وعنوان آخر تحالفه الخامسة استقالتنا تحت صرف الناخبين في حال وصولهم للبرلمان متعهدين بتأسيس مجلس مصقر للدائرة للاستئناس بآراء المواطنين الجاسر السعدون استغل سلطة الابتزاز الدولة و75% من المواطنين غير راضين عن أداء مجلس الأمة برسل اعتماد معايير توزيع القسائم الشدادية الصناعية والرماية بالذخيرة الحية في أم المرادم الأحد هذه عناوين جريدة الصباح الوسط عناوينه كذلك تتعلق بندوة المرشح مرزوق الغانم، خطة التنمية تيش بريش كما قال مرزوق الغانم، نشوف بقية عناوين الوسط. الغانم طرح حلولا لمشاكل الكويت ورؤيته لمستقبل المجلس القادم. الحريص يطالب الحكومة بحل القضايا الشائكة ضمن برنامج زمني محدد. موظف الكويتيه اقرار حقوقنا او الاضراب الشامل والشايع لن نترك الكويت للمفسدين والمسلم الكويتي في خطر ومن يقول غير ذلك فهو واهم واتحاد العمال يطالب الحكومه بوضع حد لتجاوزات الشمالي التويجري يطالب بفتح ملفات الفساد هذه عناوين جريده الوسط نذهب الى الكويتيه والكويتيه بالامس فتحت موضوع اختبارات التربية التعجيزية واليوم كذلك يعني مستمرة بهذا الملف التربية على طاولة الامتحانات كما تقول الكويتية نشوف بقية عناوين جريدة الكويتية تفاعلا مع ما الكويتية حول صعوبة أسئلة اختبارات منتصف العام البراك مناحة وبكاء ومرارة في البيوت أشريعان إذا كانت تسقيط متعمدا فهذه مأساة العبد الهادي عبث من مستقبل جيل الطوطباء ينبغي خفض معدل القبول ابو خوصة على الوزير ان يستقيل فرز المطيري كفى مجامل قياديين فاشلين لجنة تقييم الموقف ترفع النتيجة للوزير وانهيارات عصبية والرسوب بحدود 40 بالإمية. انقسام في الشبكة الاجتماعية مع مليفي وضده وايران لا ندعم مرشحين في الكويت والخلايا الايرانية فرقعة اعلامية كما تقول هذه عناوين جريده الكويتيه ليوم الجمعه